في بقى خبر جميل جدا معانا دلوقتي، هو خليني اقول يحسسنا كده بالفخر. اول ضابط شرطه في التاريخ المصري بيحصل على برونزيه بطوله العالم لكمال الاجسام الماسترز، هو العقيد احمد سامي باتحاد الشرطه الرياضي. طبعا زي ما نقول كده ان احنا كل يوم لما نتكلم عن حدث او نموذج مصري بيحقق انجاز حقيقي بيعرفك قيمه وقدره مصر في كل المجالات، هي الواحد لازم يكون فخور. بنتكلم هنا بقى العقيد احمد سامي ده كتب على صفحته بفيسبوك قبل خوض المنافسه، قال كده تحديدا: الحمد لله بستعد حاليا لخوض بطولة العالم للرجال كمان 3 ساعات، دعواتكم اقدر اكمل لاني بموت حرفيا، لكن دي مصر. قال كمان: اهدي البطولة لزملائي شهداء الشرطة العظماء من ضحوا بانفسهم من اجل مصر ولاهلهم الابطال، فانا لست ببطل بل هم الابطاء حقا، واهديها لوزارة الداخلية بسبب ثقتها ودعمها. خلينا نقول جدير بالذكر ان العقيد احمد سامي هو حصد سابقا الميدالية الذهبية في تصفيات البطولة العربية ال21 لبناء الاجسام، ليصبح بذلك بقى اول ضابط شرطة مصري وعربي بيحصل على هذه الميدالية في تاريخ البطولة. حاجة مشرفة جدا طبعا. واحنا اكيد اكيد متشرفين وسعداء ان احنا نسمع حاجة زي كده بجد. طيب خبر تاني بقى خالص، اقفز كالفرعون. ايه بقى الجملة دي؟ دي شعار النسخة الثالثة من مهرجان القفز بالمظلات فوق سطح الاهرامات، واللي انطلق امبارح في رسالة سلام للعالم كله من مهد الحضارات مصر ام الدنيا. طبعا شارك في هذا المهرجان 120 مشترك بيمثلوا دول مصر، امريكا، البرازيل، فرنسا، انجلترا، بلجيكا، هولندا، سويسرا، كرواتيا، روسيا، ايطاليا، المانيا، الامارات، الكويت، المغرب، كندا، السعودية، وأيضا الصين. تمت القفزة من الطائرة بارتفاع 15,000 قدم. وجدير بالذكر أن هذا المهرجان يعتبر واحد من أهم الأحداث اللي بتدعم السياحة الرياضية من خلال ممارسة الرياضة في معالم مصر الأثرية والسياحية. كمان جدير بالذكر أن المهرجان ده كان المفروض أنه هيتنظم في يونيو الماضي، ولكن اتأجل بطبيعة الحال بسبب توقف حركة الطيران لانتشار فيروس كورونا.